علائيين، تحية عالية لكل الإخوان الصحفيين وكل وسائل الإعلام على المستوى المحلي والإقليمي بخصوص ما نشر بمجموعة من الجرائد الإلكترونية. ولكي لا يفوتني بالمناسبة، لكي أشيد بالعمل الجبار والمستقل للمرصد الإخباري لتازة، والذي بالمناسبة كذلك أنوه بعمله المستقل على المستوى الإقليمي والمحلي والوطني كذلك. فيأتي هذا الشريط انسجاما وإيماننا بوسائل الإعلام المحلية والإقليمية والوطنية ونقلها للأخبار ومدى حقيقتها على أرض الواقع بدون متاجرة أو مزايدة سياسية من أجل تشويه سمعة النقيض السياسي الآخر، والتي تعبر عن مدى خبث مجموعة من الأطراف السياسية ووسائل الإعلام الصحفية سامحهم الله. ولكي لا أطيل، فقط أريد الإشارة إلى أنه ما حدث يوم 28 يناير 2016 على الساعة 5 مساء بمخرج مدينة تازة، حيث تم التعرض المباشر من طرف مستشار جماعي بجماعة غياتا الغربية من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والذي يمثل المعارض، وتعرضه أمام أعين رجال الشرطة بمخرج مدينة تازة لسيارة الجماعة المعنية، والتي كانت من الناحية القانونية في موضع قانوني، حيث قام هذا الشخص بتعرض لهذه السيارة التي كانت تقل ما يقارب 300 كيلوغرام من علف الشمندر كنموذج لفائدة تعاونية النهضة الفلاحية التابعة لتراب جماعة غياتا الغربية. بناء هذا النقل تم بناء على طلب رسمي من وكتابي من رئيس هذه التعاونية لدى مصالح الجماعة. الجماعة في تلك المرحلة وفي تلك اللحظة الشاحنات كانت غائبة وكانت في مهمة لدى مصلحة أخرى، لذلك تم الاعتماد على سيارة الجامعة لنقل ما يقارب 300 كيلوغرام من الشمندر من مدينة تازة إلى وادي أمليل، وبالضبط إلى تعاونية النهضة بغياتا الغربية. إلا أنه كما قلت سلفا تم التعرض من قبل واحد الشخص اللي تم مسبقا المطالبة بشكل رسمي بخبرة طبية لهذا الشخص، لأنه الكل والساكنة تعرف هذا الشخص بالخصوص على أنه ماشي في كامل القوى العقلية ديالي. المهم هذا لا يهم، ولكن الجرائد الإلكترونية تمت يعني قلب هذه الحقائق، وأنا شخصيا تم الاتصال بيا من مجموعة من الجرائد الإلكترونية على المستوى ديال مدينة تازة، وتم الابتزاز ديالي بأنهم يمتلكون واحد الشريط كيبين الصورة ديالي، وأنهم خصهم يجلسوا معايا من أجل عدم نشر هذا الشريط. ولكن أنا شخصيا والحمد لله ونظرا للموضع القانوني المتواجد فيه، وصرحت بشكل مباشر على أنهم إذا كان عندهم شي شريط ولا كان عندهم شي صور فهم صحفيين يمشي ونشرهم، ولكن الحقيقة حقيقة، واللي بغي مزايدة سياسية مزايدة سياسية. نعم إبراهيم المجيزي عضو مستشار بجماعة الغياتا الغربية، عضو المجلس الإقليمي، هذا عباد الله الانتخابات البرلمانية على الأبواب، كيوجدوا الانتخابات البرلمانية وكيهيئوا الانتخابات التشريعية ديال 7 أكتوبر، ومحاولة وكيظنوا بأنني غنزيد نترشح في الانتخابات البرلمانية، والآن كيبنيو وكيحاولوا أنهم يشوهوا السمعة ديالي على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي، واللي ما يمكن لمشاي بهالطريقة هذه، لأن الحقيقة حقيقة كما أؤمن بها. لذلك فأنا الآن ليس في موقع ضعف
لكي أقول يعني وأدافع عن الناس، وإنما فقط من أجل إعطاء ونشر الحقيقة كما هي. المحضر تم عند الشرطة بمدينة كذا وتم الاستماع، والحمد لله كانت الوثائق قانونية والدليل القاطع باش نكونوا واضحين، دليل القاطع البول والفاتورة كانت موجودة، واللي هي فآنذاك في اللحظة تم الإدلاء بالوثائق الرسمية، لا بالنسبة لورد ميسيون ديال الصغير ولا بالنسبة للفاتورة ديال العلف والمكان اللي تم الاقتناء منه بحضور السيد الرئيس ديال التعاونية، والطلب كذلك رسمي والطلب الرسمي كذلك اللي تقدم المصالح ديال الجامعة. إذن وتم الاستغلال ديال هذه الواقعة من أجل التشويه ومن أجل، وهذه لأضيف اسمح لي الأخ لأضيف، فإنه هذه ماشي غير المرة الأولى، هذه ماشي غير المرة الأولى، كاين أطراف سياسية واضحة العمل ديالها واضح المستوى المحلي، وحاولت فيما سبق تشويه السمعة ديال المجلس الجامعي للغيات الغربية بإحداث وبتجنيد مجموعة من الأشخاص اللي مأجورين، والوقوف والاحتجاج أمام الجامعة للغيات الغربية، كذلك أنهم حاولوا أنهم يتواصلوا ويمشيوا على النقابات على المستوى الإقليمي ويدخلهم كذلك في الصراع مع الأمور واضحة لدى الساكنة. وحنا انسجاما العمل ديالنا وكذلك يعني مع المجتمع المدني ولا كذلك التواصل المباشر ديالنا، وأنا بالمناسبة كشاب واللي لي الشرف أنني نساهم ونكون من أغلبية هذا المجلس الجامعة الغيات الغربية ونساهم في السير دياله، أنا عندي الشرف لأنه مجلس قائم بذاته بأنه مجلس رغم كل يعني تكالبات، اسمحوا لي على هذا المصطلح هذه اللي كيتم وكيحاولوا بها أنهم يشوهوا السمعة ديال هذا المجلس هذا وديال هذا الرئيس هذا، مجموعة من المناسبات ومجموعة من المحطات. فنحن العمل ديالنا على أرض الواقع والتعايش ديالنا كذلك مع الساكنة جنب إلى جنب، ما غادي شيء بمنعنا شي طرف أننا نكونوا متواصلين وحاضرين دائما مع الساكنة ودائما مع المجتمع المدني. فأقول لهؤلاء أقول لهؤلاء وبكل صراحة، بارك من الخبث السياسي، من يريد العمل فيجب أن يتعامل وأن يتعايش مع الواقع الذي تعيشه الساكنة على المستوى الإقليم ولا على المستوى الجامعة. من يهمه الأمر فيجب أن يكون مع الساكنة، ماشي يجي واحد ما ساكنش حتى على مستوى الجامعة، ما ساكنش حتى في تراب الجامعة، ويقول أنني أدافع وأحارب عن الهدر المال العام. أين هو الهدر العام؟ أين هو الهدر المال العام؟ المجلس الأعلى للحسابات تمت مسبقا وأشاروا على أنه هناك اختلالات وهناك اختلالات سير ديال المجلس الجامعي، وتبين بالملموس على أن المجلس الجامعي للغيات الغربية رغم المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات تبين مدى، واعتبروا أنا شخصيا أعتبر المجلس الجامعي للغيات الغربية وجماعة غيات الغربية هي نموذج على مستوى الإقليم، لا من ناحية ديال الكهرباء العالم القروي لغيات الغربية الآن 100%، لا من ناحية الربط بالماء الصالح للشرب اللي قدرت أن غيات الغربية على المستوى الإقليم جماعة قروية وكل صراحة قدرت أنها توصل ل 60%، ما كيناش. أنا كنتحدى أي طرف سياسي كيف ما بغى يكون، ما كيناش دار ولا منزل بجماعة قروية غيات الغربية اللي ما عندوش طريق، اللي ما وصلهوش طريق حتى البردة. أنا ما كنتش باغي نوصل لهذا المستوى هذا ديال النقاش، ولكن أقول وهذه نصيحة وتحمل مسؤوليتها كاملة كمستشار جماعي بغيات الغربية، أقول للإخوان الصحفيين لا للمتاجرة بالعمل الصحفي، لأن الصحافة كمهنة بالمتاعب كما يعتبرونها
صحفيين شرفاء، فهي يعني إذا وصلت لهذا المستوى هذا فالله يسمح لينا، الله يسمح لكم بكل صراحة. الحقيقة حقيقة أنا سمعت من الأطراف الأخرى كصحفي، وسمعت من الجانب الآخر، نسمع كذلك من الطرف الآخر. إذا كنت أنا صحفي ونزيه ومستقل، أن الصراع سياسي صراع سياسي، والسياسة هي التيران، السياسة هي الأرض، اللي غيمارس السياسة ينزل التيران. أما على المستوى الكتابات وتشويه السمعة وكذا وكذا وكذا، فهذه الأمور أصبحت متجاوزة والساكنة تبين بالملموس. حنا ما بغينا شيء نوصلوا لواحد المسائل اللي هي مسائل متجاوزة. إذا كانوا هاد الناس كيحاولوا في أي محطة أنهم يساهموا، ولا أنهم يحاولوا في زعزعة استقرار هذه الجماعة، فأقول أنه مازال ما كاينش اللي غادي يعني يساهم في زعزعة الاستقرار هذا، لأن غيات أحرار وغيات رجال، وسيبقون رجال وسيموتون رجال. وشكرا.